طيب انا عارف ان انتوا دلوقتي دماغكم مشغوله جامد جدا مع الريلمي 6، واحب اطمنك ايوه الموبايل ده بالتاكيد لازم هينزل في مصر، الريلمي مستحيل ما تنزلوش. تفاصيل اكتر عن النقطه ديت في اخر الفيديو هعلق عليها لو انت مهتم تعرف عن الريلمي 6. لكن انا دلوقتي هتكلم عن الاخ الاصغر لي واللي هو مش متقدر كويس قوي بسبب قد ايه الناس مركزه مع الريلمي 6، وهو ريلمي 6i. الموبايل دوت لسه نازل جديد جدا عالميا، وبعديها بيومين بالظبط تم الاعلان عنه في مصر، علشان كده الفيديو اللي انت بتتفرج عليه هو واحده من اول المراجعات اللي هتنزل ليه في العالم. وبصراحة مفيش طريقة ان احنا نعرف تفاصيل اكتر عن موبايل احسن من ان احنا نقارنه بمنافسين تانيين في نفس السعر بتاعه، علشان كده اخترت ريدمي نوت 8 والسامسونج A30s، موبايلين من الموبايلات الكويسة عموما في السعر دوت، علشان نشوف الريلمي 6i يتحط فين في المقارنة بيهم. اولا مش الموبايل لوحده بس اللي جديد، هو المعالج اللي موجود فيه كمان واللي هو المسؤول عن السرعه والاداء بتاعه هو اول مره نشوفه في الموبايل ده. اسم المعالج ميديا تك هيليو جي 80، ومن الاسم بتاعه باين ان هو ما بين الجي 70 اللي موجود في الريلمي سي 3 والجي 90 تي اللي موجود في الريلمي 6. بس معلومه زي كده مش كافيه برضو ان انت تعرف كل حاجه عن المعالج، خصوصا لو انت ما جربتش سلسله الجي بتاعت ميديا تك. دي سلسله معالجات كل تركيزها ان هي تقدم لك احسن اداء في الالعاب. في التجربه العمليه ده برضو باين معايا، يعني وانا بلعب على الموبايل ما كانش فيه تهنيج وما كانش فيه فريم سكيبنج ولا اي مشكله في الالعاب الثقيله. وبما ان الالعاب الثقيله هي تقريبا اكتر حاجه ممكن تحمل على المعالج بتاع الموبايل، فما دام اشتغل في الحته ديت كويس هتلاقيه في باقي الحتت برضو مكمل معاك ممتاز. النسخه اللي انا كنت بختبرها هي ال 4 جيجا بايت رام مع ذاكره داخليه 128 جيجا بايت، وفي نسخه ثانيه 3 جيجا بايت رام مع 64 جيجا بايت ذاكره داخليه. ولكن المفروض ان الاختلاف في الرام دوت مش هتحس بيه في حاجه زي الالعاب. الرام مش هو اللي مسؤول عن السرعه بتاعه الموبايل، فسواء اشتريت النسخه ديت او اشتريت النسخه ديت هتلاقي ان الاثنين ادائهم واحد. طيب ده برضه يحط المعالج نفسه الهيليو جي 80 فين مقارنه بالمنافسين؟ هو يعتبر اقوى من الاكسنوس 7904 اللي سامسونج بتستعمله في الاي 30 اس، وبرضه يعتبر اقوى من السناب دراجون 665 اللي هو كان المعالج المفضل بتاعي في السعر ده، فنقدر نعتبره منافس للسناب دراجون 712. ممكن يكون اقوى منه حتى في الاداء بتاع السي بي يو والجي بي يو، بس السناب دراجون 712 ليه افضليات تانية، فهم بالنسبه لي يعتبروا اقوى منافسين لبعض. وبما ان السناب دراجون 712 مش موجود في اي موبايل موجود بسعر 3000 جنيه او ارخص من كده كمان، بالتالي دوت المعالج المفضل بالنسبه لي في السعر ده. السناب دراجون 665 برضه يعتبر معالج حلو في السعر دوت، واداء ريدمي نوت 8 برضه كان ممتاز، بس الهيليو جي 80 اللي موجود في الريلمي 6i بيرفع مستوى الفئه ديت شويه. بالنسبه للتصميم بتاع الموبايل فانا مقتنع ان التصميم دايما اذواق، مش كل حاجه بتعجبني لازم تعجبك، والعكس صحيح برضه. هو معمول من البلاستيك، شكله يمكن يكون حلو ولكن الخامات وانت ماسكها في ايدك مش حاسس بشياكه الموبايل قوي، وطريقه الانعكاسات واللون الاخضر اللي معايا من الموبايل ده بصراحه كانوا مضايقني جدا، يمكن هي اكتر حاجه مخليه التصميم مش عاجبني، لان خلينا صريحين هو مش مختلف كتير كشكل عن الريلمي سي 3، ولكن انا حبيت تصميم السي 3 جدا رغم ان هو اقل منه في السعر، وما حبيتش تصميم ال 6i قوي بسبب اللون والانعكاسات تحديدا، لان هو دوت اكبر اختلاف ما بينه وما بين السي 3. في لون تاني من الموبايل دوت ابيض شكله من الصور عاجبني اكتر، ولكن برضه ما جربتوش في ايديا فمش هقدر احكم قوي، بس عموما انا ما عنديش تعليق سلبي كبير غير النقطه بتاعت اللون وشكل الانعكاسات اللي ما دخلش في دماغي قوي. شاشه الموبايل اي بي اس بحجم 6.5 انش، الحواف بتاعت الجناب رفيعه، ومن فوق عندك الووتر دروب نوتش، والحافه اللي تحت كالمعتاد تعتبر هي اكبر حافه. الحقيقه برضه كنت افضل ان هي تكون ارفع من كده شويه، لان احنا في السعر دوت بقينا نشوف موبايلات الحافه اللي تحت فيها ارفع من كده، بس هي مش كبيره بشكل مبالغ فيه لدرجه ان هي تضايقك وانت ماسك الموبايل. بالنسبه لالوان الشاشه نفسها وجودتها فديت من احلى الشاشات اللي انا جربتها في السعر ده، الالوان بتاعتها تعتبر تقريبا اكتر الوان اكيوريت في السعر ده، لا هي مايله للازرق قوي ولا هي مايله للماجنتا قوي او الاخضر قوي، لا هي الوانها مظبوطه وتحس ان انت مستمتع بيها. انا عجباني بصراحه الشاشه، وخصوصا كمان من ناحيه الاضاءه بتاعتها بتوصل لليفل عالي قوي، ما اقدرش اعرف هو كام بالظبط لان انا ما عنديش جهاز اقيس بيه مستوى الاضاءة
الاضاءه، بس مقارنه بالنوت 8 والاي 30 اس هو اعلى منهم هما الاثنين في الاضاءه. لكن كالمعتاد مفيش حاجه بتبقى كامله تماما، فضايقني في الشاشه ديت ان هي مش فول اتش دي بلس. الموبايل جاي باربع كاميرات خلفيه، الكاميرا الاساسيه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8، الكاميرا الثانيه الالترا وايد 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.3، وكنت حابب ان العدسه تكون اكبر من كده شويه علشان تسمح الضوء يخش احسن، وكاميرتين في الاخر الماكرو والديبس كل واحده فيهم 2 ميجا بكسل. وكالمعتاد بشوف ان هما كاميرات ملهاش لازمه في الموبايل، بتتحط بس علشان تعمل دعايه وتبيع كارقام، ولكن من الناحيه العمليه الكاميرا الاساسيه هي اللي بتقوم بكل الشغل المهم. بس حرفيا كل شركات بتعمل كده دلوقتي، شاومي، سامسونج، اوبو، هواوي، كل الشركات بتركز على الدعاية في النقطة دي. فما علينا منها دلوقتي، المهم هو التجربة بتاعت الكاميرات كانت عاملة ايه، ودي نقطة مهمة فكان يهمني ان انا اعلق عليها بالتفصيل وقيمها صح. علشان كده كل الصور اللي انا هعرضها دلوقتي وحتى التعليق اللي انا هعلقه عليها جاي من خلال تقييمي بعد ما نقلت الصور على الشاشه اللي ورايا. اي صوره برضو خدتها بالريدمي 6i خدتها بالريدمي نوت 8 والاي 30 اس هي بالظبط، علشان اشوف يتقارنوا ببعض ازاي، علشان لما اعلق على كل صوره من كاميرا ال 6i يكون عندي حاجه تانية اقارنها بيها. فدوت الالتيميت تيست، الاختبار اللي هو لو نجح فيه دوت معناها ان هي كاميرته كويسه. خلينا ننقل الصور على الشاشه اللي ورايا ونشوف اداء الكاميرات عامل ايه. قبل اي حاجه بس حبيت اوضح ان انا كمراجع الريلمي 6i واصل لي من بدري قوي، يمكن من قبل ما ينزل في اي حته اصلا في العالم، وبالتاكيد من قبل ما ينزل في مصر، فالنسخه اللي معايا مش هي اكتر حاجه نهائيه، بمعنى هي نفس المواصفات بالظبط ولكن عليها الكود لسه بتاع النسخه ديت او بتاع المصنع، ومش بيكون معمول عليها نفس اختبارات الجوده قوي تقريبا، فبيكون ظاهر باجز هنا او مشاكل هنا مش بتظهر في النسخه العاديه. انا في الاستعمال العادي ما حسيتش بدوت في اي حاجه غير لما جيت اجرب الكاميرا. السوفت وير بتاعها مش مظبط قوي او مش كالمعتاد من ريلمي، تحديدا الوايت بالانس. ريلمي كل مره بتعرف تظبطه كويس جدا، ولكن في النسخه ديت تحديدا مش حاسه كويس قوي. فانا ما اظنش ان ديت مشكله هتقابلك تماما وانت بتجرب الموبايل، اعتقد ان هي حاجه هتكون في النسخه اللي معايا انا بس. وهو بالفعل باقي المراجعين اللي معاهم برضو نسخ مش نهائيه كده، ظهرت معاهم شويه مشاكل في شويه حاجات ثانيه، فكل واحد فينا بيطلع له حاجه كده. عموما انا برضو هقيم الكاميرا علشان ناخد انطباع على الاقل عنها ونكون عارفين هي عامله ازاي، بعيدا عن الحته بتاعت الوايت بالانس ديت اللي انا شفت ان فيها مشاكل. من اول صوره طبعا باين فيها المشكله بتاعت الوايت بالانس. لما جيت اقارنها بموبايلين تانيين موجودين في نفس الفئه السعريه، السامسونج بصراحه ما حسيتش ان الكونتراست ريشو حلو فيها، تفاصيل كانت محتاجه تكون باينه اكتر من كده او احسن من كده. والريلمي 6i زي ما قلت هو مش مظبط في موضوع الوايت بالانس، فعلشان كده النوت 8 هو احسن صوره فيهم. بس من باب الفضول قررت ان انا اظبط الوايت بالانس بنفسي علشان اشوف من غير المشكله ديت لما انت تيجي تجرب الموبايل هتكون الصوره عامله معاك ازاي. وبمجرد ما عملت كده بقت النتيجه بالنسبه لي تعادل ما بين كاميرا الريلمي 6i وما بين كاميرا الريدمي نوت 8 في الصوره دي. الصوره بتاعت العربيه هنا الاضاءه جايه بشكل تخليها باك ليت شويه. النوت 8 معرفش يظبط ال HDR كويس، فالصوره كانت اوفر اكسبوزد حبتين وفي حتت ضايعه منها. ال A30S الوان فايبرنت وتفاصيل ممتازه، والريلمي 6i برضو تفاصيل ممتازه وبرضو الالوان كويسه، ولكن مع وجود مشكله الوايت بالانس. فاعتقد خلاص انت وصلت لكم الفكره او المشكله فين بالظبط في موضوع الكاميرا او النسخه اللي معايا. علشان كده خليني اعرض او اعلق على باقي الصور من غير ما اتكلم على الحته بتاعت الوايت بالانس ديت تحديدا. عموما الصور اللي بتطلع عندي كتفاصيل تعتبر كويسه في الفئه ديت، الالوان بتاعتها لطيفه وما عنديش اي مشكله معاها. الصور في الليل الموبايل بيميل اكتر ان هو يطلع صوره فيها نويز شويه، ولكن بيبين تفاصيل اكتر من باقي الموبايلات في نفس الفئه السعريه. تقريبا الصور شبه مش معمول لها نويز ريدكشن، وانا مش عارف ممكن يغيروا الحته دي بسوفت وير ابديت قدام مثلا ولا لا، بس في مقابل ان انت مش عامل نويز ريدكشن بالتالي في تفاصيل اعلى في الصوره عندك. عموما الكاميرا بتاعت الموبايل دوت تعتبر واحده من الكاميرات الكويسه في السعر بتاعها، ما اقدرش اقول عليها مبهره قوي وما اقدرش اقول عليها معديه باقي المنافسين، لان موضوع الوايت بالانس ده تحديدا كان مبوظ عليا انا التجربه، لكنها بالتاكيد برده مش اقل من المنافسه، بتطلع لي كونتراست ريشو ممتازه، بتطلع لي الوان كويسه، بتطلع لي تفاصيل حلوه جدا. وعموما حتى لو هي مش السبب اللي ممكن يخليك تشتري الموبايل، بما ان الموبايل مركز اكتر على الاداء، ولكنك برده لو حد بيحب التصوير فمش هتكون مخيبه للامال بالنسبه لك. بطارية الموبايل دوت بطارية 5000 ملي أمبير. حجم البطاريات الكبير قوي دوت بقى يطلع موضة في السعر ده، ودي حاجة أنا مبسوط بيها، تخن الموبايل زي ما أنت عايز في مقابل إن أنت تحط لي بطارية كبيرة محترمة
تكمل معايا اليوم. وده بالظبط اللي حاصل في ريلمي 6 اي، واحده من البطاريات الممتازه قوي اللي ممكن تاخدها في السعر ده. الحلو فيها كمان ان هو جاي بيدعم سرعه شحن 18 واط. دوت مش اسرع شاحن عند ريلمي، ريلمي بتعمل شواحن اسرع من كده، واللي هي شواحن الفوك اللي اوبو بتستعملها، بس 18 واط تعتبر برضه شحن سريع، ويمكن تقريبا هو اعلى حاجه موجوده في الفئه دي. مفيش شركات تانيه في نفس الميزانيه بتحط شاحن اسرع من 18 واط. اللي بسطني كمان في الموبايل دوت ان هم ما غلطوش نفس الغلطه اللي كانت موجوده في الريلمي سي 3، استعملوا هنا اخيرا اليو اس بي تايب سي. هو دوت المستقبل دلوقتي، وهو دوت كل الشركات المفروض هتستعمله، حتى ابل نفسها المفروض ان هي هتحول موبايلاتها الايفون لمدخل شحن يو اس بي تايب سي. فانا مبسوط ان ال 6 اي ما شفتش فيه مدخل شحن مايكرو يو اس بي. واجهة الموبايل للريلمي يو اي هي تعتبر نسخة جديدة من الكالر او اس اللي كان موجود في اجهزة اوبو. علقت عليها بالتفصيل في اول مرة جربها في فيديو الريلمي سي 3 لو انت حابب تعرف تفاصيل اكتر عنها. بس عموما الناس اللي متابعاني عارفة ان الكالر او اس او الريلمي يو اي دلوقتي الاسم الجديد بتاعها على موبايلات ريلمي تعتبر واحدة من اقرب اليو ايز لقلبي. شكلها حلو بالنسبة لي، وديت اذواق، مش هقدر اقول لك معيار معين، انا بحب شكلها وبس كده. لكن النقطة اللي ما فيهاش جدال كتير ان هي واحدة من اكتر الواجهات المستقرة في الاندرويد. في رأيي انا كمان هي مش مجرد واحدة من اكتر الواجهات، لا هي حرفيا اكتر واجهة مستقرة وثابتة، وفي نفس الوقت مش خام قوي، لا فيها تعديلات كتيرة، فيها مميزات كتيرة، ومهتمين ان هم يضيفوا الحاجات الجديدة فيها اول باول، زي الدارك يو اي مثلا اللي كان من اول الموبايلات اللي ينزل لها التحديث دوت. فالريلمي 6 اي جاي بنفس الواجهة اللي بتيجي بيها كل موبايلات ريلمي التانية، بالتالي نفس التعليق بالظبط ينطبق عليه. ده كده بيوصلنا لأهم نقطة في الفيديو كله، هل المفروض تشتري ريلمي 6 اي ولا لا؟ اولا هو السعر بتاعه عامل 2900 جنيه للنسخة 3 جيجا بايت رام، وعامل 3400 جنيه للنسخة ال 4 جيجا بايت رام. اللي لاحظته بصراحة وقت ما نزل ان في بعض الناس معترضة على السعر، وانا شخصيا مش متفهم ليه، خصوصا بالنسبة للنسخة اللي هي اقل من 3000 جنيه. بعيدا عن التصميم اللي مش عاجبني قوي بصراحة، هو يعتبر كمبايل واحد من احسن الاوبشنز اللي قدامك، احسن معالج واحسن سرعة ممكن تاخدها، وموبايل موجه للجيمرز قوي من الناحية ديت، وفي نفس الوقت كاميرات محترمة وبطارية محترمة، فانا شايفه مناسب قوي. ولكن دوت رايي في نسخه ال 3 جيجا بايت رام، علشان سعرها اقل من 3000 جنيه. سعر ال 4 جيجا بايت رام ما عجبنيش قوي بصراحه، لان هم زودوا 500 جنيه علشان الذاكره الداخليه والرامات بس، وديت مش هتاثر قوي في الاستعمال. فانا عن نفسي لما هاجي ارشح الموبايل تحت سعر ال 3000 جنيه هو هيبقى على قمه ترشيحاتي، ويعتبر موبايلي المفضل. بس لو هتيجي تشتري نسخه ال 4 جيجا بايت رام واللي هي تعتبر اغلى شويتين، هقول لك ساعتها طب ما تستنى الريلمي 6 العادي. الموبايل احنا واثقين ان هو هينزل في مصر، لسه ما نعرفش الميعاد امتى بالظبط علشان مشكله كورونا الاخيره، لكن هو عاجلا او اجلا نازل، وغالبا انا متوقع شخصيا هيكون في رينج ال 3500، ممكن اغلى شويه ممكن ارخص شويه، ولكن اعتقد ان هو هيلعب في الحدود دي. فساعتها الناس اللي هتشتري 6 اي النسخه ال 4 جيجا بايت رام هتتضايق شويه، لان هي كان ممكن تشتري ريلمي 6. لكن الناس اللي هتشتري 6 اي اللي هو نفس الموبايل بالظبط لكن نسخه 3 جيجا بايت رام، هتكون مبسوطه جدا من اختيارها، لان هو لحد دلوقتي شكله كده مسيطر على الفئه دي. دوت كان رايي انا في ريلمي 6 اي، وهستنى اسمع رايكم في الكومنتات وتعليقاتكم عن الموبايل دوت. ما تنساش تدوس على زر سبسكرايب علشان تتفرج برده على مراجعه الريلمي 6 والريلمي 6 برو اول لما ينزلوا في مصر، واعمل لايك لصفحتي على فيسبوك، وتابعني على انستغرام علشان بنزل اخبار وحاجات هناك اول باول. الناس اللي متابعاني هناك بالفعل لحقت البري اوردر او الحجز المسبق بتاع ال 6 اي بسعر ارخص، فهتستفاد من شويه حاجات لو تابعتني، وهتلاقي لينك الكلام ده كله موجود في الديسكربشن. وبس كده كالمعتاد، كان معاكم احمد كمال من اي كي ريفيو، استنيني في الفيديو الجاي.